شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الآن نترك المجال لفضيلة الشيخ الدكتور حسين الجبوري ليبدي بعض أو ما يريد من ملاحظات وتوجيهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. من فضل الله عز وجل علي أن جعلني مشاركا في مناقشة هذه الرسالة، ومع سماحة وفضيلة الأستاذ الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ورعاه ونفع بعلمه وجعله في ميزان حسناته. ولولا أن لوائح الجامعة والعرف الجاري في المناقشات أنه لا بد من المشاركة في المناقشة، ما كان ينبغي لي أن أشارك في هذه المناقشة بعد أن سمعنا مناقشته حفظه الله ورعاه، لكن الأعراف واللوائح تقتضي المشاركة في هذه المناقشة. أما بالنسبة للشيخ سعود حفظه الله ورعاه، فقد أجاد وأفاد كثيرا في عمله. الواقع أنه خدم هذا الكتاب خدمة علمية جليلة، وقد هيأه الله عز وجل لهذه الخدمة، لأن الكتاب يتعلق بمناسك الحج، وهو من الكتب المهمة في الفقه الإسلامي والمتكرر الأخذ به والعمل به ما دامت الخليقة قائمة وما دام العباد يحجون إلى بيت الله عز وجل. فقد بذل جهدا كبيرا وبجوانب متعددة، وقد أشار إليها فضيلة الأستاذ سماحة الشيخ العلامة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله، ولا أريد أن أكرر ما قاله، بل أتفق معه في كل ما ورد من إبراز محاسن هذه الرسالة وإبراز عمل الباحث فيما قام به في هذا السفر الجليل. وكما استدرك فضيلة الشيخ سعود على شيخه الكرماني فيما وقف معه بعض الوقفات، وقد نتفق ونختلف في هذه الوقفات، لكنه لابد للعمل أن يظهر عليه بعض الأمور. ومما لا شك فيه أن فضيلة الأستاذ الدكتور علي الحكمي جهده وتوجيهه ربما يكون واضحا في هذا العمل العلمي الجليل، فلا أريد أن أطيل لأن الوقت فيه ضيق، فأبدأ مع فضيلة الشيخ سعود ببعض الملاحظات أو بعض ما يبدو أنها ملاحظات على هذا العمل العلمي الجليل. الوقفة الأولى مع العنوان، كان بودي أن تضع سنة الوفاة على العنوان قطعا للاختلاف الوارد والتفاوت الوارد في هذه السنة. فكنت أتمنى أن يوضع سنة الوفاة مع العنوان، لأن الخلاف كبير والتفاوت 4 قرون بين بعض الأقوال والأقوال الأخرى، فحبذا لو ثبتت هذا الراجح مع عنوان الرسالة.
أنا على أساس بالنسبة لهذه الرسالة بهذه الصورة على أساس أنها دراسة ما وضعته، لكن في النية بالنسبة للطبع أنا حر بعد ذلك. لا، الدراسة عادة، لكن خشيت أن أناقش يقال كيف تضع العنوان وأنت تعرف أن في خلاف جرت العادة في الرسائل أن يوضع العادة اللي جرت، لكن قد لا يوافقني أحد أنني رأيت لا في الرسائل اللي تحقق، يعني غالب الرسائل ولا قد منها رسالتكم مستثنية أو بعض الرسائل، لكن الأصل أنه توضع سنة الوفاة مع عنوان الرسالة على أساس قرار القسم الموافق على أنه توفي 900 وزيادة. طيب، القسم الآن ينسخ، الآن تنسخت هذا، فوضع العنوان حتى نثبت هذا النسخ. ما عندنا الجرأة على نسخ القسم. لا، كيف؟ طيب، صفحة 10 بارك الله فيك. الجلد الأول؟ في الأول. الثالث؟ لا، الأول، خلينا في الأول. هو يبدأ من الأخير يعني. لا الأول، والأخير ملحوق عليه إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ أشار إلى قضية الدراسة للحالة السياسية والحالة العلمية. أنا اللي أشير له هنا أنك فقط هنا اعتمدت على مرجع واحد، والمرجع هنا لمستشرق، فيعني حبذا لو كان هناك مراجع أخرى أصيلة لا ترجع للمستشرقين في هذا الباب توثق منها الدراسة، لأنه غالبا المستشرق لا يكون دقيقا، ولا أقول ليس بأمين، لكن على الأقل نقول ليس بدقيق ولا يعني هذا الأمر كثير. فالأولى كدراسة وفي بحث علمي شرعي أن توثق من المصادر المعتبرة. نعم، هنا أمران. الأمر الأول ذكرت أنني لم أجد مصادر تترجم بالنسبة للحالة السياسية في عصر المؤلف في كرمان. ثانيا، أخذت من المستشرق هنا ما فيه ذكر التأريخ، ولم يكن في شيء يعتمد على صدقه أو كذبه في مسألة الوصف وما يتعلق به. لا، هو تاريخ تقول حفظك الله، فممكن يكون فيه كذب، ممكن يكون فيه كذب. لا، يعني ما ذكرت أشياء فيها قدح أو نحوها بحيث يكون هذا من المستشرق، وإنما عرض تاريخ. بس الآن كأننا اعتمدنا هذه الدراسة. للأسف إن ما وجدنا إلا عنده. النصوح احنا معتمديها. ما وجدنا إلا عند هذا المستشرق للأسف. هذا ما حد تكلم عن كرمان إلا على سطرين بس. حفظك الله، صفحة 11. قلت هنا ولقد كان بنو بوي، نعم، يحكمون إيران والعراق والأهواز وكرمان من سنة 447 هجرية. لا، إلى سنة هذا هو هذا خطأ، لأنه الخطأ اللي بعدها. لا، عندي إلى سنة. لا، أنا ما عندي إلى سنة. لا، عندي أنا. طيب، عندك. لأني نسخت اللي عندك. نعم، منسوخ اللي عندك. بس النسخ جاء شو اسمه المفروض يأتي لي قبل أن يأتي. نعم. لم يظهر. أنا يلزم علي، يلزم لي البداء. طيب، خلاص، البداء حاضر. فالمهم هذه ما دام صوبتها فمشت القضية. هنا أشار، أظن الشيخ أشار لقضية الملك الرحيم خسرو فيروز في السجن وفاته، ما أشرت إلى سنة هذه الوفاة في نفس الصفحة يا شيخ سعود. ما وجدت ما فيه وفاة. صفحة 17. نعم، نفس الملاحظة أيضا، حالة اجتماعية اعتمدت على المصدر، فكون ما وجدت هذا الجواب هو الجواب. صفحة 20 حفظك الله، نفس الملاحظة. نعم، 20 هنا ذكرت فيها أن الكواكب الستة تجتمع في هذا العام. نعم. طبعا نقلا عن المنجمين. اي نعم. ما هي الكواكب الستة كنت أفضل أن تذكرها؟ هي ما اجتمعت عشان أذكرها. نعم، لو اجتمعت ذكرتها. لا، بس هو حتجتمع. فإحنا نريد أن نسبق الزمن نذكرها. إذا لما جئت بها إذا ما اجتمعت؟ ذاك عرس ما حضرنا. لا، أقول لما جئت بها إذا لم تجتمع، فلولا أنها تذكر حتى نعرف إيش هي هذه الكواكب. حتى لا، كيف نعرف إذا ما ذكرت أسماء؟ كيف نعرف أن حتجتمع أو لا؟ والله يمكن بعد أحداث الحادي عشر. على أي حال، لا، خلينا بواقعنا هذا. فلو ذكرت الله يحفظك ونفضل. صفحة 28. الشيخ وقف على قضية الكرماني، حفظك الله، أنت قلت في هامش 4 كسر الكاف وسكون الراء وفي آخرها نون، هذه النسبة
إلى بلدان شتى. نعم. مثل خبيص وجريفت وسرجان وكذا. نعم. يعني هل الآن يسعني أن أنسب الكرماني إلى خبيصي وإلى سرجياني ولا إيش؟ لا، لأن يصعب أني أحقق في هذه المسألة وأبين إلى أيهما ينسب، فأتيت بقول ياقوت والبكري، ثم أتيت بقول السمعاني. السمعاني ذكر أن الحرب الكرماني، من روى عن أحمد، ذكر هنا على أساس أنه إلى المربعة هذه اللي بين غزنة وبلاد. طيب حفظك الله، لما ما تكون العبارة أن من يسكن مدن كذا وكذا يمكن أن ننسبه إلى كرمان، لأن كل من يسكن هذه المدن إذن ستكون نسبة الكرماني وليس العكس. طبعا واضح لما أقول أنها تشمل بلاد شتى معناته أن من كان فيها فهو كرماني. نعم. إذا قلت أن هذه العبارة موهمة، هذه النسبة إلى بلدان شتى، يعني موهمة أنه يمكن النسبة إلى هذه المدن بينما هي لها عنوان وهو كرمان. فلو قلنا أن هذه المدن من يسكنها تكون نسبة إلى كذا، بدل أن نتركها العبارة هكذا. طيب صفحة 30. نعم. تقول هنا فقول المقريزي هذا يدل على أنه سمع من أبي الوقت. إيه؟ فعلى هذا يحتمل أن تكون ولادته في حياة ركن الدين المتوفى سنة 543. طيب. أو قبلها أو بعدها. طيب هذه العبارة ما ترى أنه فيها شيء من الإشكال؟ من أي ناحية؟ لأنه قبلها أو بعدها بيسير، يعني يحتمل أن تكون ولادته في حياة ركن الدين أو بعدها. إيه نعم، أن يقال يعني يحتمل أن تكون ولادة في الحياة. نعم. أو بعدها. طيب قبلها كيف تكون؟ لأن قبلها على أساس أن ركن الدين شيخ المؤلف، والمؤلف سمع من أبي الوقت الذي سمع من ركن الدين، فأردت بقولي قبلها أو بعدها على أساس أن في فترة حياة ركن الدين كان ليس موضعا للتحمل الكرماني، يكون عمره 9 سنوات أو أقل. طيب لما نجعل العبارة أنها تكون ولادته في حياة ركن الدين أو بعدها ونحذف ما قبلها؟ حياة ركن الدين؟ إيه؟ وفاته. فعلى هذا يحتمل أن الولادة تكون، هذه الولادة وليست الوفاة. لا، العبارة الولادة تكون ولادته في ولادته. إيه نعم، ممكن تكون في أو قبلها أو بعدها. إيه نعم، يعني قبل وفاة ركن الدين، ممكن يكون ولد قبل وفاة ركن الدين، ممكن يكون بعد وفاته، المهم أنه ما أدرك ركن الدين، ما أخذ منها علم، أخذها من تلميذها أبي الوقت. تقيد بيسير فقط. بيسير يعني يكون أولى. طيب هنا بعدها تقول يقول وقد حججت قبل حجة المجاورة حجة من 30 سنة. حالة الاشتغال بالتفقه واشتبه علي حقيقة تلك المواضع والبقاع إلى أن رجعت إلى العراق، ثم نهضت منها إلى خراسان وما وراء النهر، فسألت عن كبار أئمة الأصحاب فعجزوا عن جواب ذلك على ما هو الحق. يعني هذا هو جاي يسأل عن ماذا هنا؟ هو يذكر سبب مجيئه إلى مكة. طيب. وهو أن هناك مواضع في مكة كان يدرسها ويقرأ عنها ولا يعرفها. ما عرفها. طيب ورجع وسأل عن كبار أئمة الأصحاب. نعم. فعجزوا عن جواب على ما هو الحق. نعم. يعني العبارة ما هي؟ يعني أنا أرى أنها تحتاج إلى توضيح. رجع إلى العراق. هو طيب رجع إلى العراق. وسأل عن طيب كبار هو الأولى أنه لما جاء يسأل عنها هنا، ولا يرجع إلى العراق ويسأل عنها؟ لا هنا. هو جاء الحج. هو يشير. والمواقع أنه هنا. نعم. إذن الأولى كان أن يسأل هنا. لا هو ما سأل هنا. يعني ما هو سأل. هو قبل أن يحج سأل في العراق عن تلك المواضع، فلما حج عرف تلك المواضع، وهو أشار في المقدمة وفي الخاتمة أيضا. لا بس هنا يقول وقد حججت قبل حجة المجاورة، إذن حج ثم ترك وجال هذه المواضع ما عرف عنها جواب. لا ثم ترك هذا الكلام، قال قد حججت ثم أتى بسبب الحج. ما دي بس إذن العبارة الترتيب هنا من المؤلف. إذن العبارة فيها إشكال هذه. بس هذا نص المؤلف. طيب بس أنت الآن مسؤول عن نص المؤلف، فأرى أنه توضيح هذه العبارة. نص المؤلف واضح. كيف نص المؤلف واضح؟ أنه لما حج حجته الأولى كان محصورا في فترة الحج وانتهى من المناسك ووجد أشياء لم يحققها، فرجع لعله طيب يجد جوابا عنها، ثم نهض مرة أخرى حجة. طيب من أجل هذا الوضوح اللي يقوله الدكتور علي، أريد توضحه أنتم في الكتاب. لا هو هنا يا شيخ يقول وقد حججت قبل حجة المجاورة،
حجة بثلاثين سنة، هذه الحجة ما عرف فيها شيء، فرجع وسأل في بغداد وغيرها ولم يجد ثم رجع بعد ثلاثين سنة فحج هذه الحجة بنصه. هذا على إتحال صفحة 38. الشيخ تطرق لهذه الكتب اللي ذكرت، ما ذكر لها يعني هل هي مخطوطة هل هي مفقودة هل هي كذا؟ أشرت أنا إلى أني لم أجد شيئا منها من هذه مطبوع إلا هذا الكتاب. هذا الكتاب هنا. طيب صفحة 52 حفظك الله. الواقع تشكر على الجهد اللي قدمته في كتب المناسك، لكن هي نفس الملاحظة التي أوردها الشيخ، وهي أنه ما ذكر عنها هل مطبوعة أو مخطوطة. هذا يعني لعله مستقبل إن شاء الله يتحقق. صفحة 53. نعم. وأظن الشيخ شار لها منهج المؤلف. نعم. يعني يبدو أن المفروض أن المنهج غير التقسيم الذي أشير إليه هنا، يعني ما هو كيف يذكر المسألة، هل يدلل عليها ولا لا، الأدلة التي يأتي بها، الأقوال، هذا اللي نعتبره منهج للمؤلف. ومن جهة أخرى هل له انفرادات، هل له تميز على غيره من الآخرين ممن سبقوا، هذا اللي ممكن نعتبره المنهج اللي نبرزه في الكتاب. ذكرته في الصفحة الثانية التالية مباشرة. نعم. ذكرت هذا الكلام في الصفحة الثانية التي تليها. أما منهجه أما منهجه في الصفحة الثانية رقم 54، أما منهجه هذه جعلتها توطئة فقط للدخول إلى منهجه حتى يكون لدى القارئ تصور. أما منهجه ثم سرت بصفحات طويلة كلها ذكرت منهج المؤلف. طيب صفحة 59 حفظك الله. هنا موضوع الاستحسان، أنت تريد أن تعرف به أليس كذلك؟ نعم. بس ما جاء التعريف هنا واضح الحقيقة، يعني التعريفات الوصولية اللي يعرفوا فيها الاستحسان غير هذا التعريف. فأنت قلت الاستحسان هو ترك القياس، يعني كل من يترك القياس يكون هذا استحسان؟ لا، هذا بارك الله فيك في المقدمة، أما لما ذكرها في النص أتيت بها، أتيت بهذه بأوسع في هامش آخر. نعم. أتيت بأوسع من هذا، لكن هنا على أساس أن اصطلاحات المؤلف. بس كيف عد كلامك هنا الآن تقول لي الاستحسان هو ترك القياس؟ لا يا مع ولا لا مقدمة أو غير مقدمة. ليس مطلقا، هو اسم لدليل من الأدلة. لا ما يعني أنا أرى ما هذا، أرى يعرض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الجلي فيكون قياسا مستحسنا. يعني هذا ما صار تعريف، يعني حقيقة أولا أنه ترك القياس هذا غير مسلم التعريف، ثاني حتى التعريفات الأخرى التي جيت فيها يعني فيما هو أكثر انطباق على الاستحسان من الذي جئت به ومن كتب الحنفية. طبعا أنا نقلت عن السرخسي وحلت إليه وعميم الإحسان الحنفي كذلك. نعم، مع ذلك كله بنص أقول عندهم تعاريف أخرى أو لا. نعم. لكن عبارة هو ترك القياس هذه ما تأخذ مسلمة. لأنه هل كل من يترك القياس يعني يأخذ بالاستحسان؟ لا، فيه هنا قال القياس الجلي. ما هم الحقيقة إحنا لو جينا نريد الناقد قضية الاستحسان عند الحنفية لازم نحصرها. الحنفية متى يطلقوا الاستحسان؟ في مقابل على قضيتين. الأول إذا رجحنا قياس خفي على قياس جلي يسمون هذا استحسان، والثاني إذا عدلنا من حكم كلي إلى حكم جزئي لدليل إن اقتضى هذا الحكم يسموه استحسان. ثم يذكر وجوه الاستحسان وهي الوجوه الستة. هذا هو مصطلح الاستحسان الذي استقر عليه الحنفية. هذا ذكرته في ذاك الموضع. هنا لأنه فقط كوننا نأخذ أنه القياس الجلي والعدول عنه على حال أرى أن تعيد. نعم. صياغة هذا. أقول نفس الكلام اللي هناك. بس هنا. رأيت أيضا ذا غير كافي ولو ما أشر لكنه غير كافي حتى ما نعود. جزاك الله خير. 61 لو سمحت. هنا أيضا في عدم وضوح ظاهر الرواية، وضح عندك المراد منها. أي نعم. لكن ظاهر المذهب ما في وضوح على هذا المصطلح.
لأن ما عندي شيء للحنفية فيه مصطلحات الحنفية، ما هذه أكثر مصطلحات غير الحنفية ما وجدتها أبدا. ما وجد. إذن كان الأولى نقول أنه هذا الواء ولم أقف لهم على وذك أحل، لأنه العبارة ما فيها يعني وضوح للمراد بهذا المصطلح. أحلت إلى المطلع وإلى نعم أحلت صح هذا، لكن أريد العبارة هنا تكون يعني على الأقل فضل لو أشرت نعم. أنه ما تمكنت أن أستجلي المراد بهذا المصطلح أو كذا. أحسن الله إليك. صفحة 90 الله يبارك. هنا حفظك الله أنت وضعت عنوان استدلاله على بعض المواضع بأحاديث لا شاهد فيها على ما ذكر. على ما ذكر نعم. نعم. على ما ذكره هنا. فقلت أولا قوله في صفحة 492 إذا فرغ الحاج من أفعال الحج فالأفضل له أن يأتي بالعمرة عقب الفراغ من أفعال الحج ما استطاع، لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. هذا الحديث يعني ألا يكون فيه شاهد على ما ذهب إليه، على أنه يكون بعد الحج يعني أن يؤدي نعم المتابعة يعني ما يدخل أنت فيها. جئت به هنا على أنها لا تؤدى بعد الحج. هو لو استدل بحديث عائشة بفعل عائشة لا احنا نناقش الآن باستدلاله أينا. كونه هو يعني ما استدل بحديث هذه قضية أخرى، قد يكون ما تيسر له الوقوف، لكن هنا احنا نناقش في الحديث الذي جاء به. الحديث الذي جاء به يفيد هذا المعنى من حيث اللغة نعم يفيد تابعه. فكون أننا نقول أنه يعني استدلاله غير سليم ما أرى أن هذا يرد عليه. على أساس أن نقلت كلام شيخ الإسلام بعد هذا لم يفعل هذا أحد من الصحابة. أنا الآن عندي عبارة نص مؤلف مع أنها استدلال تحتمل يعني. أنها محتملة. أنها محتملة. إذا ما أرى أنه لا يصلح له الاستدلال بهذا الحديث. لا شاهد أنا قلت ما نفيت. نعم. لا شاهد فيها. هو نفيت. يعني وجه الاستدلال منفي هذا المقصود. أنه لا يوجد وجه استدلال من النص. بين الوجه موجود. في احتمال أراجح الاحتمال هنا. فما أدري يعني لو جاء بعبارة يعني لطيفة مثلا ما ظهر لي وجه استدلال ما ظهر للشيخ سعود لكن للمؤلف يكون كم ظهر صح الشيخ نعم للمؤلف ظهر ولذلك جاء بالنص. جزاك الله خير. الشيخ هل عندك شيء؟ لا أبدا نعم. بس أنا هو ظاهر كون الاتيان بالعمرة بعد الحج مباشرة هذا الحكم فيها للدليل الشرعي وليس إلى مقتضى مجرد مدالات اللفظ. الحديث هنا تابعه نعم ظاهره من حيث العربية ظاهر، لكن الدلالة استدلال به ضعيف كما ذكر كما رجح الحديث ضعيف هذا النص. الحديث ضعيف هذا النص ضعيف. لا عفوا أنا الآن عندي فرق بين أحكم على الحديث وبين أن وجه الاستدلال ظاهر ولا لا. أنا أتحدث عن وجه الاستدلال واضح نعم. وجه الاستدلال يعني يفيد أن فيه ما ذهب إليه المصنف على مفهوم المؤلف هذا يحتمل هذا هو اللي نعم. يعني أما الآن أنا لا أناقش قضية سند الحديث نعم. أناقش وجه الاستدلال من النص نعم. أيضا نفس المعنى يكاد ينطبق على الفقرة الثالثة يا شيخ سعود نعم. قوله في صفحة 251 وكذا تغتسل الحائض والنفساء نعم. لأن هذا للتنظيف لا للصلاة نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بالغسل عند الدخول بمكة وهي كانت حائضة طيب. قلت لم أقف على ما يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالغسل عند دخول مكة، وقد أمرها بالغسل عند الإهلال كما في حديث جابر عند مسلم وأحمد وغيرهما، وفي حديثهم عند الشيخين قدمت مكة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة والله أعلم. لكن الحديث يعني هل ينفي القول الذي ذهب إليه؟ نعم لأنه يرى عند دخول مكة وعائشة نعم. كانت عند الإهلال علي حال. فهنا فرق بين دخول مكة والإهلال، الإهلال يكون من المواقيت وعند الدخول إذا وصل لمكة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه تسأل عند دخول مكة نعم. طيب صفحة 91 نعم. فقرة 4 قوله صلى الله عليه وسلم 392 فمن حضر عرفة في هذا الوقت أو نعم. مر به هذا النص كله إلى الآخر هذا نص واحد اللي وضعت حضرتك بين قوسين نص للمؤلف يعني واحد نص المؤلف نعم نص المؤلف فمن طيب أكمل الله يحفظك نص المؤلف أي نعم
فمن حضر عرفة في هذا الوقت أو مر به جنبا كان أو محدثا أو متوضئا عالما به كان أو جاهلا ليلا كان أو نهارا صحيح العقل كان أو زائل العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر هاربا أو طالب غريم في تلك الحالة نوى الوقوف أو لم ينوي صح حجه ويجزئه وتم بحديث عروة بن مضرس ابن الطائي. قلت استدلاله على جميع كلامه بحديث عروة بن مضرس محل نظر وليس في قوله صلى الله عليه وسلم ما يستدل به على المجنون أو السكران أو الهارب، والله أعلم. طيب. الحديث هنا النص اللي ذكرته فيه السكران وفيه المجنون وزائل العقل ولا لا؟ نعم. النص اللي قبل هذا نص المؤلف. كلام المؤلف. هذا كلام المؤلف. اي نعم. ذكر هذا. اي نعم. طيب الحديث اللي جاء عام ولا جاء خاص؟ حديث عروة ذكر انه من وقف ساعة بليل او نهار. اي نعم. الوقوف هنا معناه أليس على من كان مكلفا؟ اي نعم، المجنون غير مكلف. طيب وبالتالي يخرج. إيه وأنا خرجت المجنون، قلت نعم فيما يستدل به على المجنون السكران والهارب. لا هنا يعني إحنا لماذا نخرج يعني البعض من أهل الصفات دون البعض الآخر؟ هو الحديث جاء عام على أساس أن السكر والجنون أيه؟ هذا في زوال عقل. طيب والهارب طيب هذا ما نوى. طيب الصفات الأخرى المغمى عليه، المغمى عليه والجاهل، هذه لها وجه. طيب عند الفقهاء عموما. إذن هو هذا اللي نحتاج يعني نبين أنه هو الحديث جاء عام، فلما أستدرك على المؤلف بعض الصفات دون البعض الآخر؟ للعلم بالضرورة، لأن مشروط الحج عند جميع العقل. إذن نوضح هذا، الله يحفظ، هذا اللي نوضحه حتى لا نقول أنه اختزلنا بعض الصفات دون البعض الآخر، فإن وجد لها وجه يشار إلى هذا الوجه. توضيح. نعم نعم، توضيح لابد منه. لماذا توضيح؟ نعم. الفقرة 5 الشيخ أشار إليها قضية عليكم بالسكينة والوقار، وهذه أظن معنى ذلك بناء على هذا أن تحذف هذه الفقرة لأنها ما تدخل تحت هذا الاستدراك. نعم أشرت إليه. 92 حفظك الله. ما للجمال مشيها وإيدا. حتسرع أنت حملتنا ثلاث مجلدات وما قلت لمواعيد. سادسا قل ذكره لبعض الكلام دون تعقيب. نعم. ما يدل على موافقته له وهو خطأ واضح. لا هل يعني الحكم بهل صراحة يعني ما ترى أنه في شيء من خطأ واضح؟ يعني ما أقول الخطأ، لكنه أحس فيه نوع من تجاوز على المؤلف، لأنه ليس دائما السكوت نحمله على الموافق، وما يخفاك أنه الإجماع السكوتي محل اختلاف، منهم من يعتبر السكوت موافقة ومنهم من لا يعتبره موافقة. لكن طيب أنا فلما هنا حكمت على المؤلف وجعلته حكم مطلق في كل ما كتب على أن سكوته موافقة؟ لا ليس، أنا أقول لك وبعدين هذا ينطبق، إذا يعني ينطبق على كل الفقهاء وكل أصحاب الكتب أنه ينبغي أن نحمل سكوتهم على الموافقة. لا أنا أقول لك الآن بدليل النقطة الأولى، قلت واحد قوله في صفحة 931 إن لله عبادا تطوف بهم الكعبة تقربا إلى الله، كذا النقل عن بعض السلف، هذا خطأ واضح. لا يا أول نقطة العنوان تطوف بهم الكعبة. أنا أناقش العنوان، وضعت إيه واضح أنه لا بس ما أعتبرها لو يعني ممكن تطوف الكعبة لو قيدتها قلت فيما أذكر الآن أو كذا ممكن، لكن أنت قلت عبارة مطلقة. أنا أتوقع هنا أنا أتوقع أنا أحسنت العبارة هنا في مسألة الكعبة، مو بخطأ واضح، لكن ضرب جنونها هذه كجزئية أن الكعبة تطوف بأحد. لا عفوا يا شيخ سعود، كجزئية، لكن أنت وضعت عنوان، أنا كلامي على أساس يشمل الجميع. يشمل الجميع، لا نتكلم عن العنوان. نعم. لو كانت قضية معنا، لو لاحظت يا شيخ ترى كل عبارات الجميع هذه عبارات خطيرة جدا، وهي أنا الآن لا ناقش بقضية الجزئيات، لا أناقش بالعنوان، كلها صرف أشياء لله لغير الله، ما في شيء فقهي غيرها أبدا. ولاحظ لو لاحظت النقطة نعم الذي ذكرته حتى نبين. نعم أولا طواف أولا طواف الكعبة. نعم. بال بال بالآدمي، ثانيا استنجاده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشفاعه بأبي بكر وعمر، ثم قصة أبي بكر في رؤية الحصيف النبي صلى الله عليه وسلم رفع خطابه إلى الله جل وعلا فنزل فيه قبول توبة عباده جميعا، ثم أيضا قوله اللهم بحق المشهد الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام بلغ منا روح محمد عليه الصلاة والسلام التحية والتسليم،
هذه النقاط. طيب هذه العبارة العنوان اللي ذكرته هو متعلق بهذه الخمس ولا مطلق الرسالة؟ لا هنا اللي أوردته. إذا نقيدها نقول فيما لأنه العنوان يفيد أنه على مطلق الرسالة وكأنه هذا للتمثيل. فيما أريده يعني أضيفه. في يعني فيما أذكره أو فيما أقيده هنا هذا يكون أولى. أما أن يحمل مطلق السكوت على لا لا يمكن هذا. صفحة 53 نرجع يعني لا عفوا 93 لا لا اطمئن شيخ ما نرجع إن شاء الله. لا يروع أحدكم أخاه. على أي حال نحن إن شاء الله لا نريد كما ذكرت لا هي قتلة ولا قضية إنما هي إن شاء الله فائدة. حتى إنت إن شاء الله بشرة الله. صفحة 93 سابعا قلت ذكره لبعض الأحكام من غير دليل من غير دليل ولم أقف له فيها على دليل. يعني هل هنا تعني في الدليل أنه لابد أن يأتي بالناس ولا يمكن أن يكون هو اجتهد وبعض المجتهدين لا يذكر الدليل؟ يعني ماذا تعني بهذه العبارة؟ يعني به أنه لا يوجد نص. لو قيدت إذن بهذا لو قيدت بهذا من غير دليل لأنه أطلق العبارة فيها إشكال يعني على المؤلف. بعدين هنا قضية الصلاة اللي هي عندما يخرج من بيته يعني هو لم ينفرد بهذا وورد بعض الروايات في هذه القضية أنه إذا خرج الحاج من بيته يصلي ركعتين الاستخارة يعني نفس كلام لا غير الاستخارة الصلاة اللي يبدأ أنه عندما يريد أن يودع الأهل والبيت يصلي يعني هو ما انفرد بهذا لوحده. كثير من كتب الفقه تشير إلى هذه القضية في الواقع قضية إذن محتاجة من حيث الاستحباب نعم مستحبة فقط لكن لو فعلها بدون أن يرى الاستحباب ما يحجر على طيب أحد. هنا الآن أنت تنكر علي هذا لا يعني أنا لو مثلا أردت أسافر وصليت تقربا إلى الله هكذا إيه؟ بدون أن أشرعها وأقول هذا مستحب هذا قصدي وهنا يقول استحب وأنت ما دام أديتها صارت مستحب لو لم تكن مستحبة ما أديتها لا أنا هل لي أن أؤدي الطريق يريد أن يجعل آخر أمر هل الصلاة هل لي أن أؤدي شيء هو ما مستحب التنفل مطلق طيب وليس مستحب ما يربط بالسفر لا يدخل يعني هو لأنه لا ما يمكن لإنسان شيء مكروه ويفعله أو شيء غير مطلوب ويفعله. إذن لفظة مستحب فيها مصطلح واسع يعني ما ينبغيني أن أحجرها هنا على مصطلح أنها مقام المندوب أو كذا وإلا أي عمل يؤدي الإنسان يدخل في الاستحباب حتى على المعنى اللغوي. عفوا هو حقيقة لا أريد أنا أتدخل مع الشيخ الشيخ أجاب يعني الشيخ سعود لكن هو الكلام على تحديد هذه العبادة بعينها كونها مستحبة في هذا الوقت وفي هذا الحال هذا يحتاج إلى دليل. طيب هم ذكروا أدلة يحتاج إلى دليل جاءوا بأدلة نقول قيد بأنه نعم يعني بحثت أنا وما ليس وجدت ليس دليل يعني يقيد يا شيخ يقيد ليس دليل راجح أو واضح يعني أنا قلت هنا يقيد ثابت ولم يكن هناك دليل ثابت على ما ذكر دليل خاص بس أو دليل خاص دليل خاص يعني ربما يكون طيب 103 نعم هذه لا نتركها 120 ايش سؤال جزاك الله خير جزاك وحن حنخفف عنك بس لا بس ما زال في شوي في متسع بعد من الوقت 120 نتركها هذه 124 هذه خلص انتقل للتحقيق يلا صفحة 4 حفظك الله نعم الشيخ علق على هذه العبارة لكنه أنا أيضا أؤكد أنه يعني هو الرجل وكل واحد يقوم بعمل من جهته يرى أنه لم يقصر في هذا العمل ولم يتهاون فيه خاصة وأن الموضوع يتعلق بعبادة ومن أهم العبادات
فكونه يثني على عمله لا نقول هذا مبالغة فيه، يعني ما أرى أنه نحد من هذا الثناء على عمله. أنا ما أنكر الثناء على العمل، لو قال هذا العمل الجميل الجبار ممكن، لكن لما يقول الحجج الشافية والدلائل الكافية فيما يتعلق، نعم يعني أليس هل الآن نستطيع يعني. إذا ما يكون حجة، إذا الكتاب ما نطبعه، إذا ما اعتبرنا حجة والناس يحتجوا فيه ويأخذوا فيه، إذا ما نعتبره يعني زي مثلا هذا طواف الكعبة بالبشر، هذا من الحجج الشافية. فضيلة الشيخ، جزئيات لا تؤثر على هذا العمل الكلي. نعم. حقيقة عمل جليل وعمل واسع وعمل فيه شمولية، وذكرت 500 حديث ما عدا أقوال السلف. يعني إذا جاء يريد يثني على هذا العمل، والثناء على العمل أحيانا كله مسوغات، يمكن أمام أعداء ينالوا من هذا العمل، أمام فرق أخرى تنال من هذا العمل، فلا بأس أنه يثبت جدارة حجية هذا العمل. الله. فأنا أرى أنك تخف على شيخك. أبشر. ماشي ماشي. الله يرحمه ويرحم الجميع إن شاء الله. فالخفة مطلوبة هنا، الله يحفظك. تخفيف يعني. الخفة من التخفيف يعني. وليس لا، هو من التخفيف وليس معنى آخر. نقف عند المقصود. جزاك الله. نقف عند المقصود. يعني عامة. لا، نقف عند المقصود. طيب. عليكم وراح الإمام اليوم الظهر ولا؟ والله كان كم بتطولوا نروح نصلي. صفحة 13 شيخ. كم؟ 7. في الأصل يبدو لأنه العبارة غير سليمة، السطر الأول. وعزم على ألا يعود إليها في المستقبل أبدا. فإن بذلك يستحق المغفرة. فإنه لو فإن بذلك. هذه دائما يذكرها. يعني ما ترى أنها تحتاج تصويب؟ لو كانت واحدة هذه أقول ربما يكون خطأ. طيب اذكر الملاحظة. هو على عبارة دائما يقول أصوبها في موطن وأشير إلى المواطن. يعني يبدو وربما لاحظت هذا. نعم. وسمحت الشيخ أنه فيه لكنة المؤلف، واستدركت عليه أشياء النحوية كثيرة، ولعله لأجلنا في كرمان كان فيه هذا النقص. فقوله فإن بذلك يستحق. طيب صفحة 15 بارك الله. نعم. أو قبلها صفحة 13 هنا في هامش 6 تعرف القبيح. نعم. لكن الواقع التعريف انصب على الحسن، فقد قلت القبيح ضد على أساس من المتضادين معرفة هذا. لا، بهذا التعريف لا، لأني ما وجدت من يعرف يعني ما وجدت من يعرفه بالحسن، وجدته في ضده. طيب على حال هو أشرت لي هذا. وإلا التعريف منصب على الحسن. المراجع نتائج العقول والجرجان. لا ما اخترت على المراجع، لكن انه يعني هم هكذا العنوان تعريف القبيح وهو جاء تعريف الحسن. قلت القبيح ضد الحسن وبضدها تتميز الاشياء. والضد يظهر حسنهم. يعني نرميها على الجرجان. نرميها على الجرجان. هنا صفحة 15 الشيخ سعود. نعم. في هامش 4 تقول لم أقف عليه بهذا النص وفي معناه حديثان. كنت أتمنى أن تذكر الحديثين هنا في الهامش ليتضح المراد. ذكر الشيخ هذا. ذكر أيضا الشيخ ذكر أي نص. أي نعم. صفحة 22 هو أكيد أنه موضح الحديث في الأصل، لأني اختصرت الحديث كانت طويلة ويبدو وقعنا في هذا. هذه نفس الملاحظة قضية الاستخارة. نعم. الحقيقة الشيخ ذكرها فلا أريد، لكنه عبارة ابن حجر حقيقة تفيد التوضيح فيها المسألة. أنا كتبتها عبارة الحجر. أي نعم، بس كأنك أنت أردت أن تخالف ما ذهب إليه المؤلف. المصنف لا، أنا أردت الفائدة، وجدت فائدة هنا قوية، وذكرت كلام ابن علان وكلام الحافظ. لو جعلناها فائدة بدل أن نجعلها كأنها اعتراض على عبارة المؤلف يكون هذا أولى. اللي يقرأ الهامش يجدها لا، لأني قلت يدل على عدم تفريقه عنده فقط، أبين أنه يعني ما يفرق. يعني اعترضنا عليه كأننا رميناه بعدم أو بعدم تمييز الأمور يفهم من العبارة، فلو كانت العبارة يعني فيها شيء من التحديد يكون أفضل. 26 حبيبك الله. هذه في
عندك جامع البيان الجزء غير مذكور في الهامش. في أي هامش؟ في هامش 2 آخر الهامش. بس الصفحة مذكورة. وتفسير القرطبي؟ لا اللي قبلها. جامع البيان. أي بس. ساقط الجزء يعني. الجزء ساقط نعم. الجزء. 58. هذا يبدو يذن تعريف ربما أخطاء مطبعية في هامش 4. ماذا قلت؟ أخرجه من حديث عائشة قالت إذا سافر حمل معه 5 أشياء: المرأة والمكحلة. المرأة لا تحمل. المرأة عفوا. واللي بعدها عندي بالهمز. واللي بعدها والمكحلة. وبعدها والمدرة. بلي المدري. نعم صايره مدري. هي موجوده المدري كلها بالثنتين بالمدري ايضا حتى عند المؤلف. نعم حتى عند المؤلف وهو الصواب المدري. لا هو قال للمديه. المديه اي في الاصل. نعم قال لا في نص الحديث ليس تصحيفا. الصواب انه المدري وليس المديه. المدري هي المقراض هذا علق عليه. تحتاج تو بيان لانه موجود تحت. 77. علي حال 77. يلا نعم حنجي أبشر حنطفر طفران. طيب خلتونا في الآخر. عدى 77 يا شيخ. 77 قبلها 76 شيخ سعود. واقع أنت اعتنيت جدا في قضية اللغة والضبط لكن هامش 5 محتاج أن نتحرك. لو قرأت العبارة الفاتك الجريء الصدر وفتك بالرجل فتكا وفتكا ما المفروض تحرك. هذه محركة. هذه محركة موجودة في الكمبيوتر بس هنا ما هي محركة. لا يمكن الإخواني يعرفون. نتكلم عن اللي عندنا. من يعمل ما يخرج الكمبيوتر أحيانا يخرج لك. شوف قبلها بصفحة تجد التشكيلة خروج كاملا وهذه كلها ما فيها تشكيل. عليه حال هنا ما فيه. وهذه آفة. فعليه حال محتاج إلى تحريك حفظك الله. لا إله إلا الله. صفحة 91. نعم هنا العنوان الدعاء عند المطر. نعم الشيخ سعود جاي يريد يعني يقيد شيخه أكثر ولابد أن يعلق على قوله. فماذا قلت في العنوان الذي ذكره المؤلف غير مطابق لما تحته؟ نعم. أنه لابد يقول عند الشدة تريد. نعم. طيب وهذا أصبح شيء مسلم يعني الأصل في الناس أنه إذا جاءهم المطر لا يدعون إلى رفعه ولا يطلبون رفعه. إذا من الرفع لا يرد إلا عندما يكون فيه ضرر أو فيه شدة. لا أنا أخذت بما فعله البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح باب قول حوالينا علينا إذا اشتد المطر. نعم هذا وهنا جابها في عموم المطر. هذا تبويب ممكن واحد من يوم يبدأ الغيم أول نقطة يقول اللهم حوالينا علينا. لا هذا خطأ طبعا. لا أظن هذا العرف غير وارد فهذه يعني نسامحوا فيها. ما أردت عليك هذا يرد هنا يا شخص. 103 حفظك الله. 103 هذه أيضا في تحريك كلمات في الأصل. وإن دعوا يستجيب لهم. وين؟ في قبل الأخير بسطر. وإن دعوا يستجيب لهم. وإن شفعوا شفعوا. يعني تحتاج إلى أن تحرك الله. ضبط يعني. كل الضبط موجود يا شيخ. مشكلة آفة. 120. نعم. هنا المصنف ماذا يقول؟ من أول الكلام. أول الكلام الحج فرض. ثم أعلم أن الحج إنما يجب على المكلف عند وجود شرائطه وهي 9. لا صفحة 121. وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله
الحج فرض على الكافر بناء على أن الكفار عندهم مخاطبون بالشرائع وعندنا لا، وهي من مسائل الأصول مذكورة ثمة، ولو أتى به لا يصح بالإجماع. طيب، يعني الآن بالنسبة للكفار هل معروف أنها مسألة خلافية، هل هم مخاطبون بفروع الشرائع ولا نعم. أو الشريعة ولا لا؟ نعم. طيب الآن الخلاف قائم، الكافر الآن إذا قلنا مخاطب ما فائدة هذا الخطاب واقعا؟ نعم. إذا أدخلنا على رأي من يقول أنه مخاطب، الخطاب هنا له ثمرة وتظهر في الدنيا ولا لا؟ هذا ما ذكر بعض أهل العلم أن الثمرة هي تتعلق بالآخرة. طيب في الدنيا لا تظهر، لا تظهر لأنه لا يصح منه بدون نية. بدون. نعم. والنية مبنية على الإيمان. نعم. والإيمان غير موجود. نعم غير موجود. يعني إذا كان يقتضي. معروف الخلاف يعني هل الكفار مخاطبون يعني على قولين، والمسألة في الثمرة وأن يعني الثمرة. أنا اللي كنت أريد أن يصير توضيح. أنه على رأي من يقول أنهم من أهل الخطاب أنه هذا أثره لا يظهر في الدنيا إنما يظهر في الآخرة. أنا ذكرت هذا لأنه عبارته اللي جاء بها وأنه لو أدى الحج لا يصح، يعني إذن حيأتي تساؤل، إذن ما فائدة هذا الاختلاف والإطالة في هذه القضية في أنهم من أهل الخطاب ولا لا؟ لو نظرت الشيخ في الهامش أنا قلت انظر تفصيل ذلك مع أدلته وثمرة الخلاف في الفصول في الأصول للجصاص روضة النظر من قدامه. لا أنا ردت هنا توضح هذه حلتني إلى مرجع لأن طالت الحاشية. لا هو بدل ما كنا نطيل الحاشية كنا نقول أن هذه القضية تتعلق يعني ما قالها إلى الآخرة، أما في الدنيا أي عمل العرض انتهى. يمكن أفضل من إطالة هذا الهامش الله يحفظك. 120 قبلها بصفحة تعلق فيها المؤلف ماذا قال بالنسبة للاستطاعة؟ قال هي الزاد والراحلة. وين 120 لي الصفحة اللي قبلها الله يحفظك. نعم. أنت ماذا قلت؟ علقت هامش رقم واحد. نعم. قال قلت إلى هنا. نعم. والإمكان حسب سرد المؤلف 11 شرطا. نعم. ولعل الزاد والراحلة ضمن شرط الغنى. نعم. لتكون الشروط 9. نعم. حيث إنه سيأتي بيانه للغني بأنه الزاد للغنى بأنه الزاد والراحلة. فلو قال المؤلف الغنى وهو الزاد والراحلة لكان أولى حتى لا يقع في مسألة. طيب والغنى يغني عن هذا؟ لا على أساس أنه ما يلغي. هو لما ذكر الغنى فدخل فيه الزاد والراحلة. لكن تعداده للشروط خالف عده هنا. عطف هذا القصد يعني. هو ذكر الغنى وعطف عليه. أيه. عطف عليه فزادت وهو يقول 9 فصارت 11 شرطة. جزء فأنا أقول له يعني لعله أدخلها وهي جزء. تفسير الغنى فدلت الواو بس الغنى الزاد والراحل تفسير الغنى ربما. طيب 124 هنا شيخ سعود المصنف يأتي ويقول ويتكسب في الطريق إن كان له كسب ويكتسب في الطريق كان له كسب إن كان له كسب أو يسأل الناس إن كان عادته السؤال. طيب هل يعني ترى أننا هذا يقر شرعا أن إنسان يخرج يتسول ليذهب إلى الحج على اجتهاد المؤلف ما أدخل. طيب هنا أريد تعليقك كان على الأقل ليه المؤلف في أماكن ما تركته. لا أنا طبعا هنا في نقطة مهمة وهي أن المؤلف في كل صفحة فيها أكثر من 3 أحكام، فلو كل حكم أنا أتي بدليله وإنما أنا أرد عليه في دليل بس هذه لا هذه قضية يعني توضيحها لابد منه، يمكن فيه أشياء قد لكنه كأننا نسوغ أنه التسول يصلح أن يكون سبب للحج وهذه قضية لابد من إشارة إليها. مئة وتسعة وعشرين شخص فقط هذا التعريف أذكره يعني في الهامش، وكنت أتمنى أن الشيخ سعود اللي يقيم في مكة وإمام خطيب في الحرم بارك الله فيه أن يذكرنا المواقع التي تتعلق في مكة بواقعها الحالي ولا يحيننا إلى المراجع القديمة. وهذه هذا الهامش مال هذه ما يعرف الله الاتكاسي يا شيخ وأنا ما على حال كنت تستعين بواحد منهم كنت تستعين بواحد منهم وهي واردة في
أكثر من موطن، بس هذه للتنبيه لها. فكنت أتمنى أنها يعني تكون موثقة على الواقع الحالي صحيح. وليس على لكن لكثرتها وصعوبة الذهاب إليها في فترة الرسالة في هوامش كثيرة. لكن لاحظ أنا ذهبت إلى ثبير، في قضية ثبير ذهبت نعم. لأن في ثلاثة أثبرة، لكن غيرها غير المناطق الأخرى كنت أتمنى أن تفعل هذا، خاصة لعل تكون مستقلة يعني في مثلا بحث معين. على أي حال فإن شاء الله يعني تتفاز حفظك الله. تكمل لك ذكرت نعم. صفحة 136 حفظك الله. نعم. المصنف في 35 يقول: ثم اختلف أصحابنا رحمه الله أن أمن الطريق شرط الوجوب أم شرط الأداء. كنت أتمنى هنا أن توضح الفرق. 136 135 على 136. ثم اختلف أصحابنا رحمه الله أن أمن الطريق شرط الوجوب أو شرط الأداء. كنت أتمنى أن توضح ما هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء. كتوضيح 154. لأن المؤلف وضح يا شيخ فيما بعد، لأنه قال هو شرط الأداء مع ثبوت أصل الوجوب. أي بس القارئ أو كثير قد لا يدرك هذا، الله يحفظك. جزاكم الله خير. صفحة كم؟ 154. الشيخ أشار إلى أنه بعض الأحاديث الشيخ سعود ما بين الحكم فيها، وهذا منها الحديث هامش رقم 2، يعني ترك على كما جاء فيه من اختلاف. فحبذا لو طبعا الأشياء التي يخرجها الفاكهة وغيرها يصعب عليه تحقيقها. صح. طيب ومن الجوزي هنا في الموضوعات مشار إليه، فالحكم حديث واضح. ناتي ومن الجوزي في الموضوعات 177. نعم. هنا اللي في منتصف الصفحة الكلام عن المكي من أين يحرم. إيه نعم. إيه نعم. ماذا قال المصنف؟ وإن خرج مكي من مكة إيه؟ وأحرم في الحرم بالحج. هل العبارة تراها سليمة في الشافعي؟ لا، هنا يريد يحرم أنه خرج خارج الحرم من الحل، هو يقول إحرامه من الحرم أو من دويرة أهلي، هذا الأصل بالنسبة للمكي. نعم. طيب هنا يقول خرج من مكة. لا، هو على أساس أنه الأصل هو يتكلم عن أن المكي يخرج، لكن إذا أحرم في الحرم بالحج أتى بقول الشافعي، في الشافعي فيه قولان وقيل فيه وجهان، لأنه يقول فإن خرج إلى الحل وأحرم بالحج كان حكمه في ذلك كحكم غير المكي. أين الحل؟ إذا جاوز الميقات يقول وأحرم في الحرم. أنا على هذه العبارة يبدو الله أعلم الصواب أنها الحل. يقصد خرج من مكة، هذا مكة ما تسموه الحرم كله ليس مكة. نعم. وهو يقصد خرج من مكة، يعني خرج من مكة مع بقاء الحرم وما يزال في الحرم. إذا يحتاج إن الآن تخرج من مكة إلى مزدلفة، أنت خارج مكة الآن لك أن قبل مزدلفة في الحرم. لكن هو الكلام هل يريد في هذا؟ هذا قصده، هذا الظاهر. الفقرة الثانية. نعم. ولك لو كان مشكل علينا علقت عليه، فكان لا أدري أنا يعني كأنه اللي يظهر لي أنه يريد يخرج للحل، وإلا هو الأصل الفقرة اللي بعدها لا، لأن بينها قال فإن خرج إلى الحل. نعم. معناته أنه خارج مكة لكن ما خرج إلى الحل. طيب في صفحة 181. نعم. خلينا نترك هذه. جزاك الله خير. 188 هذه أيضا الشرط لها. 190. المصنف ماذا قال؟ قال فرائض الحج ثلاثة عندنا. نعم. وبعدها قال وعند الشافعي هو ركن. نعم. عن الإحرام. فهل في فرق بين الفرض وبين الركن؟ كنت أتمنى أنه توضح الفرق. ذكرته أنا لكن في غير هذا الموضوع. ما أدري هنا هو هذا اللي لا لا بينت في بداية الكتاب الفرق بين الركن والفرض، ذكرته في أول كتابي. على حال ولو في موطن ركن أفضل، الله يحفظك.
هذا الشيخ أشار إليه الملاحظة 194. نعم. هنا يقول المصنف والحج لا يتم بدون هذه الثلاثة. والحج لا يتم بدون هذه الثلاثة. في صفحة 194. 194. أي سطر؟ أول سطر. أول سطر. نعم. والحج لا يتم بدون هذه الثلاثة. والدم طيب لا يقوم. الثلاثة ما هي هنا الآن؟ اللي تقدم ما هو؟ كأنه اللي يظهر لي أن اللي تقدم اثنين وليس ثلاثة. أنا حاولت أني أرى الذي تقدم كأنه اثنين اللي ذكر، ذكر الطواف الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. هو أشار إلى ما في صفحة 190 أول كلام. هنا 190 الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طيب إذا كان هذا هنا. ماشي. صفحة 195 وفي الأربعة الأخر فيها قولان، في قول يجب حتما وفي قول يجب بطريق الاستحباب. نعم. طبعا هنا اعترضت على عبارة قلت وأما قول الكرماني يجب بطريق الاستحباب، فلعله جاء سهوا منه للمستحب لا يقال له واجب. نعم على القاعدة الأولى، على القاعدة طريقتي يعني، وملحوظتك تكون كالأولى كتلك. نعم. ظهر انك الشيخ تاخذ بحديث الابراد. الجو الجو طيب. نعم والجماعه حاضر. طيب 240 40 اي حنعجل ان شاء الله لانه امرنا بذلك. هنا فقط بالنسبة لل ذكر المصنف حركت عبارته أورس بفتح الراء. لا بالسكون. وجيت في الهامش وخليته في السكون. اي نعم هذا الصواب. طيب اذا لماذا يكون بالفتح؟ هذه مشكلة حقيقية يواجهونها يمكن الاخوان في الطابعة. يعني اذا واحد يتنبه. لا 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 في الطابعة بالسكون، لكن ممكن تعطيك فتح. نعم ممكن تعطيك فتح وهي سكون، هذا امر يعني بس عليه حلوه تنبه لها ويصوبها الله يحفظك. يعني من باب حبس الساحر وحبس الظاهر. خلنا انت طيب نروح الى صفحه 255. هذا سبق ان اشرت الى سلت الباب بالنسبه للحرم، فقلنا لعله ان شاء الله تتدارك. نعم. 200 هذا ايضا نتركه بابا مخزوم يحتاج لبيان. 272. نعم ايضا نتركه. ناتي الى 274 ايضا يبدو هنا ما ادري هل هو خطا مطبعي ولا كيف. وين؟ هامش خمسة قلت وهو مذهب، وهو مذهب الإمام أحمد كما في مختصر. إيه الكرخي؟ لا الخرقي. الخرقي فصوب أيضا غلبت عليه الحنفية. ما إيه نعم هذا من 40 يوم ونحن عاشرنا 4 سنوات. طيب 332 نترك اي نعم الجزء الثاني. خلص. نعم هذه ملاحظة نفس الملاحظة على الحديث الله يحفظك في هامي الستة. نعم. لأن البعض قال حسن والبعض قال بالصحة والبعض ضعفه، فالشيخ سعود ماذا يرجح؟ يعني هذه من الأمور الصعبة أن الإنسان بيدخل فيها. لا بالنسبة للشيخ سعود إن شاء الله مو صعبة فيدخل فيها ويخرجنا من الخلاف إن شاء الله.
طيب رايح أروح إلى 426. جزاك الله. السطر الثالث قبل الأخير، هي تتعلق بالنص. ومن وقف بعد الفجر بعدها ولم يقف ولم بالليل, يقف بالليل إيه؟ فلا شيء عليه عندنا إيه؟ ما مر. لما مر؟ شنو هاي العبارة؟ لما مر هذه عادة. لما إذن تصور لأن هاي في الأصل ضروري. 443 الواقع أنت يعني جزاك الله خير حققت كل النصوص من مصادرها، لكن لا أدري لما قول داود من الظاهرية لم تحققه من مصادرهم. ما وجدته. كان أولى إذا نشير أني لم أقف عليه في مراجعهم. كنت أشير أنا على كل شيء ما أجده، كنت أشير لم أقف عليه، فنصحت بأن يعني هذا يدينك أنك يقول لك أنت ما وقفت موجود. لا، ما هي قضية إدانة، هذا توضيح، لأن الآن المساءلة واردة أنه لما ما حققت من مصدر، لكن لو قلت والله بحثت ما وجدت. بالنسبة لداود ما وجدت في كثير مسائل، داود ما وجدت على حال بعد صدور الأوامر بإيقاف المناقشة. الواقع أن عمل الباحث من الأعمال الجيدة بل الممتازة، وقد هي لكتاب الكرماني رحمه الله من يسدي إليه الخدمة الجليلة الكبيرة، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات فضيلة الشيخ سعود، وأن يثيبه على ما قدم من هذا العمل وما سيقدم بإذن الله تعالى، وأن يكون في ميزان حسناته. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن دعا بدعوته يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. شكرا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسين على هذه الملاحظات والتوجيهات القيمة التي لا شك أن فيها الفائدة المرجوة بإذن الله، وفيها تقويم وتكميل لهذا العمل الذي سمعتم جزءا منه ولم أو لا يكمل الإحاطة به إلا بعد قراءته، التي نرجو أن تكون قريبا مطبوعة ظاهرة للجميع. بعد ذلك نستأذنكم قليلا للتداول في إعطاء النتيجة، ونرجو أن يجعل الله في ذلك خيرا كثيرا وأن نسرع في ذلك.